بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بشرح الأمثلة. عندنا السؤال الأول حسب ما طلبته. السؤال الأول عبارة عن جدار فرن. هذا الجدار فرن يتكون من أول طبقة هو طبقة الطابوق اللي سمكها 150 ملمتر، والطبقة الثانية هي طبقة عازل العازل الطابوق الحراري العازل، لأن أكو نوعين من الطابوق بالأفران، أكو طابوق بناء وأكو طابوق عازل، فهذا هو أيضا 150 ملمتر والكي مالته 0.3. بين هاي الطبقتين أكو air gap، يعني أكو فجوة مال هواء. الفجوة مال هواء هنا رأسا منطينا المقاومة مالته اللي هي 0.16 كي كلفن على الواط. منطينا بالأوتسايد وول أكو cover with thick blaster، يعني عازل جديد بالأور thick blaster سمكه 10 ملمتر. التمبرتشر مال هوت غازز داخل الفرن 1250 وخارج الفرن يعني بالانفايرمنت بالمحيط 25 درجة. منطينا معامل انتقال الحرارة بالداخل الفرن 45 وخارج الفرن 20. يريد الريت اوف هيت فلو بير يونت اريا. النقطة المهمة هنا لازم ننتبه لها هي بير يونت اريا، بير يونت اريا اهم شيء. هاي البير يونت بير يونت اريا زين. وبعدين يريد الاوتسايد والانسايد تمبرتشر وول، وكذلك يريد الهيت ريت لما الاير جاب ما موجوده. احنا بهاي الحاله بهيك اسئله نعمل مقاومات. اذا على سبيل المثال هسه نرسم الرسم، اذا نرسم الرسم شوفون هنا عندنا هاي اول طبقة، طبقة الطابوق زين، بيناتهم اكو فجوة مال هواء. الطبقة الثانية هي طبقة العازل، والطبقة الاخيرة هي البلاستر. هذا البلاستر زين. هنا هاي سمكها 150، هاي سمكها 150، هاي سمكها 10 زين. شنو عندنا بعد؟ هاي اير هواء زين. طبعا كل وحدة منطينا كي مالتها. هنا عندنا اتش منطينية 45، وهنا اتش منطينا 20. درجة الحرارة هنا 1250 ودرجة الحرارة هنا 25. فشوفون السؤال سهل يعني، بس نريد نوضح طريقة الحل قسم لي ان شافه يجوز محلول وما عرف شنو. فاحنا نحسب مقاومات. اول مقاومة مقاومة الكونفكشن، مقاومة الكونفكشن الداخلي هي هاي سواها واحد عليه. شوفوا هنا المقاومة الار اي مال كون الار مال كونفكشن هي شنو؟ يساوي ان واحد على اتش في اي. لكن لان احنا قلنا بير يونت اريا الاريا راحت، فلذلك اخذ واحد على اتش، وهنا الاتش بي ايضا اخذ واحد. فحسب المقاومة مال كونفكشن الخارجية والمقاومة مال الكونفكشن الداخلية. اجينا عندنا R1 اللي هي 150 على كي مالتها، وعندنا R3 باعتبار R2 هي الهواء، فR3 ايضا السمك مالتها 150 على الكي مالتها 0.3 طلعت المقاومة مالتها. وعندنا R2 اللي هي مقاومة الهواء منطيناها جاهزة، وعندنا مقاومة البلاستر ايضا عندنا سمكة 10 مل يعني 0.01 بالمتر على الكي مالته 0.14 يطلع عندنا مقاومته. نجمع هاي المقاومات، نجمع هاي المقاومات طلعت التوتال ريزيستنس هي هاي 0.8973. هسه احنا قايلين الهيت فلو شنو؟ هو يساوي الفرق الجهد الكلي او فرق درجات الحرارة الكلي على المقاومات الكلية. فاذا يا درجات حرارة ناخذ 250 ناقص 25 على التوتال طلع لي الحرارة، طلع لنا كمية الحرارة.
طلعت كمير. هسه يريد درجة الحرارة الداخلية ودرجة الحرارة الخارجية، يعني هاي يريد هاي الدرجة ويريد هاي الدرجة، يريد ذني الدرجتين. فإحنا أبسط شيء عندنا نقدر إحنا بعد من وجدنا كمية الحرارة صارت الأمور سهلة، فأقدر أحسبها على الكونفكشن. الكونفكشن عندي مقاومته، أما أقول يعني أما أقول كيو أقدر أكتبه هنا كيو يساوي يعني على أي يساوي اتش دلتا تي، فعندنا دلتا تي موجودة. يعني شنو الدلتا تي؟ الدلتا تي هي 1250 ناقص التي اللي مطلوبة، فأوجد التي المطلوبة باعتبار كيو أوفر أي عندي. أو مثل ما هو مسويها هنا، هنا شو مسوي؟ باعتبار هاي التي اي هي 1250 ناقص عندنا التوتال، في ضربها بالمقاومة، لأن احنا 1 اوفر اتش مطلعيها، 1 اوفر اتش مطلعيها هاي المقاومة على 1 اوفر اتش اي. هنا طرحها لأن هاي صايرة من هالجهة، هنا ضفناها لأن هاي صايرة من هاي الجهة، يعني على يعني هنا صارت 1250 ناقص تي ناقص التي، بينما هنا ايش راح يصير؟ راح يصير تي زائد ال 25 اللي احنا نريده، يعني تي اوت، تي اوت هنا تي ان، هنا تي اوت وهنا تي ان. فشوفون هنا ايضا هاي التي بي هي ال 25 وهنا هاي اللي نريد نوجدها، فضربنا الكيو في المقاومة ال 0.05 هاي الامامكم 0.05 في المقاومة، فطلعت عندنا درجة الحرارة. هسه يقول لما مو موجودة الاير جاب، اذا نرفع المقاومة مالتها من التوتال، نرفع المقاومة مالتها من التوتال يطلع عندنا بس هاي التوتال مقاومة، وايضا نقسم الدلتا تي الكلي على المقاومة الكلية الجديدة اللي هي 0.7373 يطلع لنا لما الحرارة المتسربة او الجريان مال الحرارة اقل لما الهواء، فاذا لما الهواء مو موجود. زين، ونفس الشيء الانر تمبرتشر اللي يعني اريد نوجدها ايضا البقية بنفس الطريقة نطلع درجة الحرارة. هنا نقطة مهمة، هذا الجزء يعني هنا هذا هو هذا معلومات إضافية حاسبها. يعني شوف مطلع الـ overall heat transfer coefficient اللي هو عبارة عن الـ heat على الـ delta T الكلي، وبحالة الماكو الـ air gap أيضا الـ heat على delta T الكلي، وطلعت عندنا الـ overall heat transfer coefficient، الـ overall heat transfer coefficient. بس هنا اكو خطا اعتقد، هاي هنا نقطه يعني بعدين الاكيوفالنت يعني المقاومه الثيرمال كوندكتيفيتي لكل السيستم، طبعا هو المقاومه الكليه هنا حسب مجموع الاطوال على مجموع المقاومات، يعني كانه جمع المقاومات اللي هي حصلنا عليها. هو هذا المطلب مو موجود، بس توضيح هذا هو
كوضيح. شكرا جزيلا.